سركيس تشوباريان محلل أسواق عالمية في مجموعة إيكويتي جروب ينضم إلينا. سركيس أهلا ومرحبا بك معنا. المستثمر كان خلال هذه الفترة يراقب بشكل كبير التوقعات تجاه معدلات التضخم لهذا العام وتسعير سوق السندات إلى أنه سيكون لدينا تضخم أعلى خلال هذا العام. لدينا شهادة من جيروم باول اليوم رئيس الفيدرالي الأمريكي، ما الذي نتوقع منها؟ إلى أي مدى سيتم الحديث حول هذه الارتفاعات التي نشهدها في العوائد؟ الأسواق المالية حاليا بالفعل تقوم بتسعير ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية بل في العالم أجمع. فارتفاع العوائد على السندات الأمريكية وتحديدا سندات أمل استحقاق 10 سنوات لأعلى مستوياتها منذ حوالي عام والتي لامست فيها 1.4% قبل انخفاضها قليلا لكن استقرارها فوق 1.3%، كلها تعتبر إشارات بأن الأسواق المالية وكذلك الاقتصاديون يتوقعون حاليا أن نرى ارتفاعات كبيرة في مستويات التضخم لعديد من الأسباب والتي أهمها سياسات البنوك المركزية حول العالم والتي منها أيضا البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. أشار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أنه سوف يبقي على السياسات التحفيزية حتى يرتفع التضخم إلى متوسط 2% إلى جانب وصول مستوى التوظيف الكامل. واليوم في شهادة رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يجب متابعة هنالك متضادات يجب النظر لها ويجب أن نأخذ أي تلميحات حول هذا الموضوع الخاص في المعادلة ما بين دعم وتحفيز الاقتصاد لإيصال مستويات التوظيف إلى مستويات التوظيف الكامل لكن مع مخاطر ارتفاع التضخم. أعتقد بأن الفيدرالي الأمريكي يجب أن يركز الآن على هذا الموضوع وأن يوضح أكثر للأسواق المالية كيف ستكون توجهاته في حال ارتفعت مستويات التضخم بشكل كبير. بالفعل فمستوى التضخم بحسب مؤشر سعر المستهلك الأمريكي حاليا 1.4% وبحسب البي سي اي المفضل لدى الفيدرالي الأمريكي 1.5% وكلاهما ما دون المستوى المطلوب عند 2%، لكن مع الارتفاع الكبير الذي يحصل في أسعار السلع ومع توقعات أيضا التعافي الاقتصاد الأمريكي بوجود حزمة التحفيز يجب أن يوضح الفيدرالي هل سوف يستمر بخطط التحفيز حتى لو ارتفع التضخم لفترات مطولة من الزمن أم لا، وهذا ما قد يكون له تأثير كبير على الأسواق المالية إذ أن استمرار الفيدرالي بالتحفيز مع مستويات تضخم مرتفعة قد يجبر العديد من الجهات للبحث عن استثمارات لتغطية مخاطر انخفاض القدرة الشرائية للنقد. يعني نحن لا نتحدث سركيس فقط عن سياسة نقدية ميسرة ولكن حتى السياسة المالية هي ميسرة في أمريكا. هناك ترقب لحزمة التحفيز ب 2 تريليون دولار التي ستمول بالديون وبحكم العجز المزدوج للولايات المتحدة الأمريكية، يعني بحكم هذا العجز المزدوج من جهة وارتفاع عوائد السندات الأمريكية من جهة أخرى، كيف سيتحرك الذهب برأيك؟ الآن لو نظرنا إلى حزمة التحفيز المنتظرة الولايات المتحدة الأمريكية والتي تمت مناقشتها يوم أمس في مجلس النواب ووافقت الميزانية عليه، فمن المتوقع بالفعل خلال الفترة المقبلة إقرار حزمة تحفيزية قد تقارب 2 تريليون دولار. هناك موضوع التضخم أيضا مرتبط في حزمة التحفيز، لكن لو نظرنا إلى الذهب الآن فيعتبر الذهب في كثير من الأحيان أو اعتبر الذهب سابقا بأنه مخزنا للقيمة إذ أن الذهب يستخدم لحفظ القدرة الشرائية للنقد، لكن هنالك أيضا مفارقة يجب النظر لها وهي العلاقة العكسية التي تربط تحركات أسعار الذهب مع حركة عوائد سندات الخزانة الأمريكية أمل استحقاق 10 سنوات. فبدراسة معامل الارتباط السلبي بينها لاحظ المحفز لاستمرارية الاتجاهات الصاعدة على أسعار الذهب خوفا من انخفاض القدرة الشرائية للنقد. سركيس سؤال أخير باختصار لو سمحت، النفط إلى أين يتجه بعد أن تجاوز برنت 66 دولار مع تسعير أن النفط الأمريكي لن يعود إلى الأسواق بهذه السرعة بسبب سوء الأوضاع الجوية، ما هو السقف برأيك بالنسبة لبرنت؟ الآن احتمال الارتفاع أكثر بالنسبة لعقود برنت محتمل جدا، وخلال النصف الأول تشير التوقعات لعدة شركات تحليلية وعدة بنوك إلى أن مستويات 70 دولار أصبحت متاحة بالفعل، وعلى مدى النصف الثاني أو تحديدا خلال الربع الثالث من هذه السنة احتمال أن نرى أسعار حول 75 دولار بحسب دور التحليل تلك.
احتمالات الارتفاع في أسعار النفط ليست فقط مرتبطة في الإنتاج من ولاية تكساس الأمريكية، بل هي أيضا مرتبطة في توقعات التعافي على الطلب العالمي وعودة المخزون الأمريكي التجاري للاستقرار في مستويات حول متوسط الخمس سنوات. فهذه الظروف الأساسية تحفز الارتفاع الإجمالي، لكن مع ترقب المتداولين لاجتماعات منظمة أوبك بلس مع أوائل الشهر المقبل، هذا قد يكون له تأثير على شكل تذبذب في الأسعار، لكن بشكل عام أعتقد بأن الاتجاهات الإجمالية الصاعدة قد تبقى بالفعل خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع توقعات السيطرة حتى ولو بشكل جزئي على جائحة كورونا خلال هذه السنة. شكرا لك سركيس تشوباريان، محلل أسواق عالمية في مجموعة إكويتي جروب. شكرا لك.